المحلل، برنامج أسبوعي كل يوم سبت صباحا كان يهتم فيه بالصحة النفسية للطفل والأسرة. رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس مامون مبارك الدريبي، مع المحلل ابتداء من 10 صباحا على ميد راديو الإذاعة القريبة. السلام عليكم مستمعي ميد راديو، فين ما كنتوا صباح المحبة والأمل، صباح الحب والوطنية الصادقة. حلقة جديدة إذن كتجمعنا بكم مستمعينا الكرام من برنامجكم الأسبوعي المباشر مع المحلل، دائما رفقة الكاتب والباحث مامون مبارك دريبي اللي غادي نربطوا به الاتصال الآن ومباشرة من مدينة عزيزة، مدينة رمز، هي مدينة العيون. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام سي جواد، صباح الخير. صباح النور أستاذ، كيف الحال وكيف درتوا مع الطريق؟ شوية ديال تعب السفر، ولكن ملي تتوصل وتلقاو حبابنا ونتلقاو حبابنا الصحراوة، نعم، الحفاوة والكرم الصحراوي. تخيل ودي يا سي جواد، ما يفوتنيش نحيي أحبابي ديال قبائل الشيخ ماء العينين. نعم، ملي وصلنا سيدي لمدينة العيون تلقاو الحباب ديالنا ديال عائلة ماء العينين في الاستقبال. ما قال لك ما تحركوا ما تمشيوا لتا موضع، مباشرة غتجيو لعندنا، يعني واحد الضيافة واحد الحفاوة. الله يجزيهم بخير، كنشكر سي ماء العينين المدير ديال صوص بكرع والحباب ديال الاستقبال الطيب اللي تلقونا به البارح. يعني كتشوف الحمد لله المغرب عنده واحد الخاصية حتى في التمثيلية. نعم، الدول الأخرى اللي يقوم بالتمثيلية هم الناس ديال السياسة والناس ديال الإدارة والناس ديال الدولة. في المغرب كاينة هذه الصفة، وكاين حتى الناس ديال القبائل، وكاين حتى الناس ديال الجهات، كاين حتى ولاد البلاد حتى هما كنحسوا بهم تيمثلوا بلادهم. نعم، عندهم واخدينها يعني بشكل رسمي جدي حقيقي. فهنا هذا مغربش على أهل الصحراء. نعم، وعلى هاد الفخضات، فخضة ديال قبيلة ولاد موسى، فخضة ديال قبيلة السواد، فخضة ديال قبيلة ولاد داود، فخضة ديال قبيلة المؤذنين. وهاد القبيلة هادي تنحدير من واحد الوالي سيدي أحمد الرقيبي، وأنا المشايخ ديالي من هاد القبيلة. نعم، العلماء اللي درست على يديهم من هذه القبيله. فدابا راني ما تصورش الاحساس اللي عندي وانا في هذه البلاد، والاحساس اللي عندي وانا تنتلقى الحفده والابناء ديال المشايخ اللي درست على يديهم. راه ما نقولكش يعني، راه واحد شويه ما غنجيش انا قال الدار. يا وني بكم والله. يا وني بكم، يا مرحب. طيب، والجميل والمصادفه كذلك بان حتى الموضوع ديالنا وديال حلقه اليوم، يعني احنا في مدينه عزيزه، مدينه رمز، كيف ما قلنا، اللي هي مدينه العيون. انت في وسط قبائل اللي يعني كتعلم منا حب الانتماء، حب الشعور بالمصير الموحد. طيب استاذ، الموضوع ديالنا اليوم هو في هذا الاتجاه، هذا حب الوطن، يعني حب الوطن للاطفال والشباب. يعني استاذ، عاده كيمر بالضروره عبر الاباء والاجداد من خلال القصص الملهمة ديالهم والتضحيات، يعني اللي كتخلينا نستمر احنا كأجيال صاعدة. أولا أستاذ، يعني نتسألوا معك، واش الإنسان يقدر يعيش من دون انتماء، سواء الوطن أو القبيلة؟ ونتسألوا كذلك، واش الانتماء أو عدم الانتماء يقدر يأثر في التركيبة الشخصية وتوازن ديال الفرد؟ أستاذ، ومادام نحن في برنامج مع المحلل، يعني غادي نحلو من هذا الجانب هذا. أستاذ فضل. هو سي جواد، مستحيل العيش بدون هوية بدون انتماء، شيء مستحيل. نعم، حتى أنه ملي غادي يخضع العمل ديال فرويد وديال لاكان المقاربة ديال الانتروبولوج ديال اللينغويست، شنو هو لابسيكوز، هذا مرض الجنون المطلق. هو تيصبح الإنسان ما عندوش علاقة ثقافية مع نفسه، يقدر ما يلبسش، يقدر ما يغسلش، يقدر ما يتكلمش، ما يبقاش يسمي نفسه بسميته، ما يبقاش يقدر يقول أنا. فالثقافة هي المؤطر ديال الاستقرار ديال الحياة ديال الأشخاص. شتي، بلا ثقافة ما يمكنش الإنسان يسمي نفسه إنسان. تلقاه في المغارات ولقينا ناس داروا رسومات، احنا كنرجعوا لملايين السنين في الماضي وكنلقاو مغارات
في أماكن نائية والناس كتلقى آثار ثقافية. كتشوف دابا حاليا قبائل في الأمازون وتمشي لعندهم وتلقاهم الطريقة باش كيخرجوا الصبي وتيلقنوه تيديروا له باساج دينيسياسيون تيلقنوا له بأنه أصبح بالغ تيرسموا له رسومات في الجسم ديالو تيوشموا له تيعطيوه ألقاب كناية. أماكن أخرين عندهم الموسيقى عندهم الألحان عندهم إيقاعات. فالانتماء والهوية هو اللي كيعطي هذيك الحلة ديال الشخصية لأنه الطفل كيثقل شخصيته من ابتداء من طبع سنين كتبدأ 3 سنين 4 سنين الملامح ديالها ولكن غادي تكتمل مع المراهقة والخاصية في المراهقة أنه كيعيش هذاك المراهق جوج ديال المسارات غادي يمشي في واحد فيهم. مسار الأول أنه غادي يمشي في الاستمرارية ديال الثقافة وديال الأشياء اللي يلقى عليها والديه وجوده. نعم. ومسار آخر أنه غادي القطيعة. إحنا في المنطقة المغربية وفي المغرب وبصفة عامة أصبحت يعني واحد شبه قسم مشترك في الدول الإسلامية ملي كيديروا شبابنا ديك القطيعة مع المجتمع كينزعجوا الكبار كينزعجوا وتيبدا ينعتوهم بمسخوط ماشي مأصل وكذا. طيب هنا السؤال أستاذ إذا سمحتي غادي نقطعك في نظرك أستاذ أشنو السبب اللي كيجعل بعض الشباب يدير القطيعة مع الماضي ديال الآباء والأجداد ديالو؟ شنو اللي كيخلي بعض من الشباب يعني ماشي كلشي يدير هذه القطيعة هذه؟ شنو السبب في نظرك أستاذ؟ هي في حد ذاتها شيء طبيعي لأنه باش يدير جديد بعض النوبات هذيك الوطأة هذيك الثقل ديال بعض العائلات ولا ديال بعض القبائل ولا ديال بعض العقليات ما كتخليش هذاك الشاب يتجه لواحد بلاصة جديدة لأن الإبداع راه في الأول راه بحال الضلال. الإبداع راه كيمشي مسكين بحال تالف راه تيقلب ولكن ضيخ. إذا في هذيك المرحلة ديال تالف خصنا نصبروا له وحدوز واحد المدة لربما يعاود يرجع يدير لنا غيانسكريبسيون لأنه هو ملي كيدير قطيعة أغلب الشباب حنا كنشوفوهم اللي كدوز 10 سنين 15 عام تيعاود يرجع الأصل ديال الوالديه وديال جدوده بشكل آخر. شوف دابا غير 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 الشكل باش القفطان المغربي يتجدد على المبدعات المصممات ديال القفطان هذه 20 عام كيفاش كانوا كيتنعتوا من طرف المعلمين والطرق كتبان لهم بحال شي وحدة حمقاء كتخربق واش كدير واش كتهذا واش كدير. شوف 20 عام من بعد المعلمات والمصممات جدوا القفطان وصلوه للعالمية يتصدر حافظوا على الأصل ديالو في واحد اللي ما يسمى بالقفطان المخزني. نعم. والشيء الاخر داروا له جديد ولكن في المرحله اللي بدا هذاك الحركه ديال الجديد راه لا بد ما تدير قطيعه. حنا ما كنقدروش نصبروا على البلاصه اللي كدير القطيعه ثم خصنا نتابعوا علاش كيقدروا يستمروا ويتمادوا في القطيعه وما يرجعوش ينضموا ويرجعوا للفرع ويعاودوا يتصلوا. انه كاين خمسه الاشياء اللي كتهم الشباب بشكل قوي. الاولى هي كيقلبوا حبا وما عندهم حب انه ينتمي لواحد الجماعه. اذا كتلقاهم مثلا كينتمي لكلوب الرجاء ولا كلوب الوداد انت شوف البارسا فين وعندها المشجعين ديالها في طنجة راه بحال اللي برشا ربما تمل بعض الاسبانيين اكثر من بعض الاسبانيين. كاين بعض المقاهي كنعرفهم انا في النواحي ديال القليطره اللي كيجلسوا في المغرب الناس الريال ما يدخلش برساوي هما كلهم مغاربه. اذا هنا تيبينوا لنا ان كاين حاجه الانتماء لواحد المجموعه والانتساب لواحد القطب وابراز الشخصيه والفردانيه في واحد الاتجاه معين. اذا هذا الانتساب لواحد القطب راه هي كنشوفوها كاينه لا في الموسيقى لا في الطعام لا في الجماعات في فيسبوك. يعني تيقولوا لنا انهم في حاجه باش ينتسب لواحد القطب او مجموعه. نعم. الثانيه خصنا حنا نوجهوهم بالتحسيس ماشي بالهيمنه ماشي حيت انت باه ولا خو ولا انت مغربي كتشاركوا نفس الهويه المغربيه ولا انت ولد القبيله ولا انت ولد البلاد غتنوض تهيمن عليه. خصنا نديروا التحسيس هو بحال كتطلق البخور هو تيشمو بغى يجي بخر بغى يجي عندك يقول لك دير لي بحويجي ما بغاش راه كيشم راه البخور كيتطلق في الهواء كيتشم. ثم خصنا نلقحوهم بحال اللي كيدير الريح مع الورد. الريح كيهز اللقاح من هذا الورد هذا وتيديه اللقاح الورد اخر. هنا هذا هو الدور ديال الاعلام. دورنا ماديج في شخصيات
اللي كيتقاسموا معها الواقع. مثلا واحد العدد ديال الشباب كلهم ولاد والديهم ناس ولاد الشعب فقراء وطبقة متوسطة. إذا إلى لقى في الإعلام ولقى في هذيك الوجوه اللي كتأثر في تكوين الرأي العام، لقى شخصيات كتنتمي لنفس الطبقة الشعبية اللي هو لها، نفس الطبقة الكادحة اللي هو منتمي لها، هنا غادي يلقى بأنه الواقع ديالو ها هو مستمر في الأوجوه وفي الأفكار اللي كتأثر في الرأي. ما نلقى غير في التلفازة، غير في الإعلام، غير في السينما، جهة وحدة فقط، ناس ما كيتقاسمش معهم الواقع، ما فاهمينوش، ما كيهضروش مع نفس اللغة. ديك الساعة غادي يوجه هو هذاك التقييد ديالو غير وجهة أخرى. ثم اللي مهم بزاف هو خصنا نبينوا لهم بأنه الخصم ماشي هو التدافع ما بينه وبين المجتمع ديالو، ماشي هو التدافع ولا 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 الصراع ما بينه وبين المجتمع ديالو. فعلا كاين تحديات اللي خصها تغير، ولكن الصراع الحقيقي هو مع البطالة، هو مع الفساد، هو مع المنافسة الشرسة ديال مجتمعات اخرى. ثم النقطة اللي كيغلط فيها المجتمع ديالنا بالخصوص هو ما كنعرفوش نستمعوا لهم ونتقبلوا الانتقادات اللي تيوصلوها لنا، حيث هما كياخذوا الهوية بحال واحد الحاجة عزيزة على المجتمع، تيقول لك انا راه ما نمشي ليها وما ناخذها وما ندافع عليها حتى تحتضني بعدا ثاني، حتى تقبلني ثاني. فملي كيشوفونا حنايا كنديروا غير شعارات بحال هكا في المدرسه، كنحافظوا الدراري اناشيد ونقولوا حب الوطن هكا يا جمل فارغه، ونقولوا عاش الملك، ونقولوا هذه الجمل بحال هكا، ولكن ما كنقولوش علاش الاقتصاد محتكر في واحد الجهات، ما كنقولوش علاش صعوبه المقاوله الفرديه ما قدرتش تعطي تشغيل كبير للشباب، ما كنقولوش علاش الإفلاس باقي كيدخل ولادنا للحبس، ما كنقولوش علاش الزواج صبح صعيب لأن الولوج العقد مع الهيئات الدولية، ونكونوا في تأطير مشترك مع المواطن المغربي، ونكونوا نحترموا العقلية للمواطن المغربي، ما نقدرش نكونوا هاد بجوج. حنا يا إما مع قطب واحد ضد واحد، يا إما نلغيو الهوية ديالنا. إذا لاحظتي سي جواد هنا مسألة ديال عدل وعدالة. ثم الشباب عنده واحد الافكار شبه بسيطه كيلحوا له بعد المواقع، وهذا هو ثروه البلاد كيلحبوها كذا، وخصنا تكون العداله، هو خصنا نقيموا العدل. العدل هو ملي كتكون مظلمه وكيجي شي واحد كيقول لك اودي تظلمت، خصنا ما يرتاحش لينا البال حتى نوصلوا لاسباب واصل وحقيقه المظلمه. اما العداله الاجتماعيه انك تساوي ما بين الناس، هذه ما يمكنش، مستحيل، لان الناس ما عندوش نفس القدرات، ما عندوش نفس القرايه، ما عندوش نفس الكفاءات. فواحد كيفيق مع الفجر وعنده تكوين وتيخدم خدمه مع باه وتيدير واحد المكتب ديال استشاره، ما يمكنش يربح بحالو واحد وصل 10 ولا 11 وعنده غير محل تجاري وكيدخل لدارو مع الرفاق. اذا هنا من المستحيل انك دير هذيك ليكويت، هذيك العداله الاجتماعيه انك تساوي الناس، مستحيل. استاذ وصلنا لواحد الدرجه ديال الشباب الان اللي عندهم هذه الثقافه، هذه ثقافه العدميه، راه ما كاين والو، الدوله ما عطينا والو، حنا ما دايرين والو، وفي الحين انه ما عنده لا ديبلوم، ما عنده حتى حاجه، يعني شاد كيف كنقولوا راس الدرب، وكينتقد في كل شيء، وعنده واحد النوع، يعني بعض الشباب طبعا وليس الكل، واحد النوع من الحقد على الاخر، يعني هذاك علاش عنده ديك الطوموبيل، هذاك علاش عنده ديك الفيلا، هذاك، يعني لدرجه انه كل قيد وجد ليه راه ربما ما عرفتش شنو غيدير فيه، لولا الامن ولولا الاستقرار. علاش وصلنا الشباب لهذه المرحله هذه استاذ؟ هنا سيدي جواد خصنا نوصلوا لهذاك الشاب وهذيك المجموعه الشباب، نعرفوا علاش فشل في دراسته، اش من صعوبه لقى في التوجيه، اش من تقل لقى ايامات الدراسه. شتي الى جينا نقولوا، حيت انا شخصيا ملي كنبغي نشرح لشي في المكتب عندي، كيجوني ناس وتيقول لي بحال هكا على شي ولد صاحبهم، المراه كتقول لي على صحاب ولدها راه اصدقاء السوء، تنقول لها لا، تا هو راه حملات به امه 9 شهور، وتا هو راه رضعته، وتا هو راه عنده با وعنده امه، راه ما لقاش لي شي دبيد، تقول الله يخليكم انتم رحموا الناس. اذا كاين واحد الناس اللي دي سوسيوبات، ولكن نسبه قليله في العالم ونسبه قليله في المغرب. كاين ناس، احنا ما عندناش
هذاك لو فيلي ديال السيرك بقيت عقل السي زواد اللي كتدخل السيرك كتلقى الناس اللي كيديروا الترابيزياك كيلعبوا في 15 متر ديال الفوق ولكن كاين واحد الشبكه تحتياك كتحميهم طبعا الا طاح باش الا طاح باش كيطرالو ما كيتفرشخش. حنا ما عندناش الشبكه في المغرب في العالم العربي ما عندناش الشبكه لا لا ما كايناش ما كايناش كاع شوف سي جواد انا نقول لك ما كايناش وكاين الجاج في الارض راه ماشي ماشي يا ريسك كيخليوه يطيح على الارض والترى كاين الجاج مقمقم يتفرشخ والجاج يدخل فيه واش انت غير عطيك مثال انا عطيك مثال ياك غتمشي لمراكش لواحد الشارع رئيسي كبير في واحد ملتقى الطرق غتلقى واحد الصيدليه كبيره من افخم الصيدليات في مراكش وغتلقى بجوانب الحيط ديالها دايرين لي بيك دايرين الحديد باش ما تجلسش يتقب لك ظهرك غنوريك شوارع بحال هكا في الدار البيضاء اللي مؤسسات قدا قداش دايراهم في جنوان الحيط سير شوف السياج اللي كيدوروه الجرادي العموميه الجرادي العموميه سير شوف السياج اللي كيدوروا به كيمقمقم انت غتمشي حتى المدارس استاذ كتلقى الجاج طالع فوق الحيط هذه عقليه ما حتى واحد ما بغي يفهمها تخيل كاينه مؤسسه فرنسيه في بلفيدير دايره حديد مقمقم موجه للخارج يعني الراس ديالو موجه للشارع يعني انت كمسؤول جماعي ملي كتشوف مؤسسه اجنبيه كتحط سياج الحديد مقمقم عرفتي كل حديده الطول ديالها واحد 40 سنتيمتر يعني انت كمسؤول جماعي على الاقل عيط لهذاك المدير قول له شنو المعنى كتعطيني في المغرب الامن 2016 الشرطه عندك حدا الباب الكاميرات حاضينك السيكوريتي ديالك واقفين العساسة ديال المغاربة واقفين في الشارع وتزيد تعطيني رمز ديال انني في بحال 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 شي غابة وغيدخلوا هذوك الحيوانات الشرسة غيطلعوا علاش كتشوف عفاك سيدي جواد في الافلام اللي كثرت مؤخرا كيديروا ظاهرات لي زومبي وهذوك لي زومبي كتلقاهم ديما حايطين واحد المدينة ومادين يديهم يدخلوا باغي يدخلوا يفرسوا نعم داك شتي براد بيت راه مثلها راه غتلقى ريزيدنت ايفيل داروا ليها 1 و 2 و 3 و 4 و 5 غتلقى بزاف هاد الظاهره ديال الزومبي وسير شوف الظاهره اللي وقعت في 2002 في البرازيل ملي لي فافيلا هجموا على لي ريزيدونس سيرفي ريزيدونس فيها 6000 عائله حيط بها 500000 واحد ما عنده حتى حاجه وقعت في 2002 واحد لي زيموت ودخلوا هذوك الناس اللي حايطين بهذيك لي ريزيدونس هذاك دايرين به البرارك والواد الحار ما كاينش والدباع الوسخ وتيطل وكيشوف واحد لي ريزيدونس محميين بسيكوريتي فيهم الجرده وفيهم لا بيسين وفيهم كذا انت غتشوف الاشهار المصري شوف الاشهار مصر القنوات المصريه تيقول لك اشتري لك شو اخر كذا حمام بيسين عندك احسن المحلات التجاريه ولكن ملي الكاميرا تخرجوها من هذاك لا ريزيدونس حولها اش كتلقى اذا هنا هاد الشاب ولا هاد المجموعه اللي هي ساخطه يا اما في مواقع التواصل الاجتماعي ولا بالمباشر خص واحد يمشي يبرك معاه حنا النهار اللي فتحنا الحوار النهار اللي بدينا بكل وضوح وفي لقاء مع المحلل كيعيطوا الناس عمرنا قطعنا شي واحد مكالمه عمرنا قلنا شي واحد ما تقولش هكا تنعطيهم منبر فين يعبر وبالعكس كنشدوا الفكره ديالو كنرفعوها في الانتقاد اللاذع للمسؤول والجهات. طيب هذا الشباب بغاو هي اللي يسمع لهم فقط بغاو هي اللي يريح معاهم بغاو اللي يريح معاهم ولكن اتونسيون راه ماشي القضيه غير في الكلام راه خاص الواقع يتبدل حيت شنو هو هاد الظاهره ديال الهجره السريه اللي ما قدرش لا المغرب ولا واحد العدد دول ديال المغاربيه يقطعوها علاش نعرفوا استاذ علاش من بعد الفاصل الا سمحتي مرحبا نديروا فاصل مستمعينا الكرام خفيف ونرجع لكم يعني 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 هذاك المفهوم المأصل ديال 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 الكرم المغربي لقينا الحمد لله في جميع مناطق المغرب ولكن هنا بالخصوص كتاخذ هذه الجمله وكتاخذ عندها واحد المعنى
فوق ما يتوقع الإنسان. مرحبا سيدي. شكرا أستاذ دانا. قبل ما نمروا إلى سمحتي المكالمات الهاتفية توقفنا على واحد النقيطة. يعني أستاذ قلنا بأن الشباب خاصة اللي يتحاور معهم، وقلنا كذلك بأنه ما يكفيش فقط كيف كنقولوا المغاربة احنا الشفوي فقط مع الشباب، خاصنا ندوزوا للفعل، والفعل هو تغيير الواقع. كيفاش أستاذ؟ دابا شتي هي المشاكل ديال الشباب راه سهلة وواضحة. تكوين، التوجيه، الفشل، إعادة البت كيفاش يخرج من الفشل. احنا ما خاش كيف قلت لك يكون عندنا هذاك اللاعب السيرك يطيح يترضخ على الله القجاج، خصو الى طاح تشدو شبكة وتقول له عاود طلع. يعني خصنا نمشي، هما مشاكلهم بسيطة، خصو يقرا ابتدائي وثانوي مزيان، يتوجه توجيه، وإذا غلط ما يكونش نهاية العالم. إذا غلط توجيه خصو يلقى مسالك باش يعود يرجع يقرأ، يلقى دراسة اللي تتخول له يخدم في المقاولة أو يدير مشروع. اجتهاد هاد المنظومة راه سهلة. شنو خصها؟ خصها مراكز القرب. ما خصش نبقاو دائما تمشي طالع النيابة الأكاديمية المدرسة الوزارة، خاص يكونوا شي مراكز القرب نخدموا بالانترنت، يعود له ديالنا يدير توجيه ويدير لا ريسكريبسيون ويدير وتخيل كذلك النظام. معيط لنا طالبة نجحات بمعدل عالي، تقبلات في الموقع ديال واحد الدراسة قدا قداش، مشات للرباط قالوا لها ما عندنا اخبار عليك. البنت معيطة للبرنامج كتبكي وكتويل كتقول لك واش انا تكلاسيت تخيل شحال قرات شحال حلمات بهذيك المؤسسة، وفي الاخر تجي تقول لها خطأ. ما عندكش الحق تقول لي خطأ. واش عمرك شتي شي بنكة مشيتي حطيتي فلوسك عندها وداز واحد السيمانة ولا شهر وجيتي قلتي لها عطيني فلوسي قالت لك ما كنعرفكش؟ عمرها وقعت؟ واش عمرها وقعت؟ ما عمرها وقعت. واش عمر شي مقاطعة مشيتي انت ومرتك سجلتي ولدك تزاد في الحالة المدنية، دازت واحد عام عامين مشيتي نفس المقاطعة قلتي لهم بغيت عقد زياد قال لك ما كنعرفوش؟ عمرها وقعت. إذا علاش كتوقع في مسائل ديال التعليم؟ ما خصهاش توقع. مادام وقعت بأن الناس ما واخدينش بجدية لا البرامج اللي دارت، ما جابوش مكاتب ديال السيرتيفيكاسيون اللي تقول لك هذا الموقع هذا سيرتيفي غتدخل غدير كذا سيرتيفي، ما نعطيوش الناس لا تراسابيليتي. تراسابيليتي انت دخلتي تسجلتي ها الساعه الفلانيه البي سي ديالك مسجل عندنا لادريس اي بي هي، ما نعطيوش الناس تراسابيليتي. اذا ملي كتجي وتقول واحد دير حكم فمك انت كمسؤول ديال المدرسه عليا قدام الناس تقول له وغنشوفوا كيفاش نصلحوا نصيفطوك لمدرسه اخرى، الا خصك تستعقل، خصو هو يستعقل، واللي دار البرامج الاعلاميه خصو يستعقل. فينا الشجاعه عشتي، وإلا ما استعقلوش خاص المتابعة النيابة العامة ويتعتقل. لأن علاش غادي يتعتقل مول الشركة دراسي؟ كيخصو هو يتعتقل هذاك المدير اللي ضيع على هذاك البنت الباركور. إذا شتي دابا الشباب ما تيلقاش ناس بحالي بزاف تينتقدوا بحالك، تلقى واحد جوج ولا ثلاثة اللي كينتقدوا، واحد بايع الماتش لشي جهات خارج المغرب، وواحد مسلسع ضربوا الريح في مخه وخدام تيقول. أما بحالنا حنا ولاد الشعب اللي عارفين الواقع وشادين طور من الكرون نطحوا معاه. اذا دابا هنا شي شباب اللي غيقول لك تندروس اش غيقولوا الاخرين؟ نعطيك حاجه اخرى، التقادم الباقي قانوني ماشي قانوني؟ ماشي قانوني. ما خصش الباقي يتقادم. التقادم داروه الجامعات ببعضياتهم بوحدهم. عمرك شتي شي جهه في البرلمان شدات شي رئيس جامعه وتقلاته؟ تخيل كيسدوا الشعاب في الماستر على بعضياتهم، يتضارب الديريكتور ديال 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 لي زيتود مع رئيس الشعبه، يتضاربوا في الجامعه كيسدوا الماستر. والطالب راه مساكن انت يقرا في واحد الليسونس وعينهم على الماستر وجايين اليوم كيسيروا باغيين يوصلوا له وكيوصلك لهم السد. ماستر السد. وهاد الشعبه هادي عاود تخيل انا عندي وليدات عاودوا الباك بعد ما وصلوا الليسونس عاودوا الباك. باش يمدز لشعبه اخرى. اذا هذاك خصو يتعتقل رئيس الشعبه، وهذاك اللي سد الماستر خصو يتعتقل، والدوين خصو يتعتقل، وكاع المسؤولين اللي كانوا تاثروا هذيك الشعبه يتعتقلوا كلهم، يدوزوا المحاكمه ويجي هذاك الطالب وتعوض له ماديا وقته، لانه هو كان كيحف في عينه وكان تيحرق في مخه هذاك الوقت على من؟ هذاك ضيع هذا الوقت على من؟ اذا بان لك هذاك ملي اخبارك ملي كيفشل واحد في حومه في المغرب راه كيخلع معاه 100 بالفعل، ومن اللي كينجح واحد في المغرب راه كيجرى معاه 10000.
إذا دابا حنايا ما كنشوفوش ملي كيمشي واحد راه يخلع معاميه. علاش دابا حنايا الشباب المغاربه باغيين يتسطاو على الوظيفه العموميه؟ سير شوف شكون اللي خلعهم في شركات المناوله، سير شوف شكون اللي خلعهم في الانتيريم، سير شوف واش عمرك شتي الروبورتاج اللي دارت فرونس دو على اش ان هذيك الملتي ناسيونال ديال الحوايج؟ سير شوفوا الله يخليكم. سير شوفوا اللي الرئيس ديالها مشى لبنغلاديش لانه وقع له اضرابات قدا قداش، والناس خرجوا الشارع كيشاريو العافيه وتيتقاتلوا وتيموتوا، ومشى عند الرئيس ديال الدوله ديالهم وقال لها عافاك انا كنطالبك باش ترفعي السميك من الى وانا الاول غنطبقه. وفي نفس الليله كيوقع شراكه مع اثيوبيا وتيخدم اطفال ديال 12 13 سنه في اثيوبيا وغيسد الوزير ديال بنغلاديش وغادي يتحول لاثيوبيا. هذا الشاب المغربي اللي كيفهم في العولمه انا معاه كنطالب بسميك عالمي. علاش المغرب دابا يستغل فرصه كوب 22 ومجموعين كاع الرؤساء ديال الدول ومجموعين شحال الهيئه الدوليه ويقترح المغرب يكون سباق انه يطالب بسميك عالمي باش اي شركه فيما مشات كتلقى نفس المبلغ. مشات لبولونيا تلقى نفس المبلغ، جات لفنزويلا نفس المبلغ، جات المغرب نفس المبلغ، مشات الاوتوبيس. علاش ما نكونوش سباقين؟ ياك حنا كنطلبوا بهذا ليكونومي بارتاج، الاقتصاد التضامني المتشارك، ياك كنطلبوا الدول الاوروبيه والغربيه تدير معنا نظم بحال هذه. علاش ما نكونوش سباقين احنا عندنا الكوب 22 وتكون فرصه قد قداش ويجي عندنا واحد الوزير الاول ديالنا مثلا تبارك الله عليه ويجي عندنا واحد الوزير ديال التشغيل تبارك الله عليه ويدخل يقول الكلمه ديالو ويقول لهم ودي احنا عندنا واحد المقترح بغينا نديروا ان سميك انترناسيونال سميك عالمي على قدو بحال هكا واحد المعدل يلاه ما غادي نتانيليا واش حنا على السميك الفرنسي عالي ما غنشدوش لو سميك ديال سويسرا عالي ولا المانيا وكندير واحد المعدل عالمي باش هذيك الملتي ناسيونال ما تضحكش على الفقير. اذا دابا ملي ما كتقدش انت على الاقل تقترح فكره وما يقدرش يديرها. انا نقول لك شي بالشفوي ولا ما يقدر يهضر. انت شوف شي مسؤول حكومي في المغرب وقول له قال لك اودي استاذ دريبي غير يقول هذه الجمله عطيه ميكرو وقول له قولها غادي يبقى يتلعب في حوايج بحال هكا. علاش؟ لانه غادي يشدوه غيحملوه غادي يدور الفلاقه شكون هما اصحاب اللوبيات. غادي يشدوه يغفلوه في واحد الزنقه ويفرزوه وغادي يبقاو يقطعوا له فاش في الاتاوي اللي كياخذ. كثر شحال من واحد بيع الماتش بيع الماتش ماشي كياخذ رشوه. انا ما كنقولش الناس كياخذوا رشوه، الرشوه ما بقاتش كتخدم وكتخد حاجه اخرى وكنت كتاخذ ذكيه ولا كترضى عليك ميريكان ولا ترضى عليك واحد اللايز ولا تبغي تكون تلميذ المجتهد اللي كيدهن زيت ارقان ويرطب شعره ويخرج لسانه ويدور حدا رجيله سياده ويذبح ويقول لهم ياك جبتكم قادين ياك كاع حيد لهم الظفار كاع زولت لهم المخاليب ما تبقاوش كيمعوقوا هما ودابا ولاو سهل التربيه دخلهم الحواضر ديال البعيم. اذا هنا الشباب خصنا لابد ما نعرفوا بان المطالب ديالهم في انهم كيحبوا بلادهم ودير لا ادير لا ما كاينش فيها الشك. شي مغاربه وترى كلهم من صغيرهم من كبيرهم من اللي في البطاله وتخيل باش تعرفهم كيبغيو بلادهم. شتي هاد الفيضانات اللي وقعوا في العيون. وهاد الشيء اللي وقع اقسم لك بالله اللي خارج كنسول البارح تيقول لك الناس الحمد لله هاد الشيء من 58 عمره ما كان. وفي ظرف جوج الاسابيع الطريق تحلات وفي واحد الظرف قريب الحمد لله يعني الناس كيشهدوا بانه هذا شيء طبيعي راه ماشي وبان الناس الدوله والمصالح دخلات ودارت شغلها وما ساخطينش. ملي كتقول له لقيتي شي فرصه شغل بشي قنت تمشي لا سيدي نبقى في بلادي نبقى في جهتي. تخيل عنده بلاده ماشي هي فقط المغرب، بلاده هي البلاصه اللي زاد فيها البلاصه اللي كبر فيها. اذا ملي حنايا غادي نجيبوا له نخب سياسيه ما كنحبش نتكلمت نخب ناري نخب انت يا ربي تنحيا والله ما عندك الحي لساني جابنا فعلا النخب. لا يا ودي شدنا عندنا الارواس خصنا ناس فيهم الاستقامه وناس كيبغيو الجهه ديالهم. خصنا عبدي يمشي يخدم عبده، بكالي يخدم بكاله، ريفي يخدم الريف. وكنحيي حبابي ريافه، كنحييكم اخوالي، كنحيي ناس هل الحسيمه على الثبات ديالهم. شتي استاذ ديك المسيره البارح الجميله الحضاريه كيفاش بالشموع فقط والناس كيعبروا على مطالب اللي مشروعه. انا 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 متاسف اودي ديال سي جواد وحازن بزاف لان كان بامكان للاسف يتاثر هذيك العمليه. ملي تتلقى واحد مخرج واحد السلعه فاسده ما خصوش يشتريها في هذاك السوق لان السلعه خصها تدخل بالمراقبه
ديال المحتسب ديال السوق، كاين محتسب ديال كل موضع. اذا السلعه غندخل نشريها والمسؤول عليها هذاك الناس المحاسبين ديالها، خاصها تدخل محظوره وشديتيني شاده محظوره ياك. شكون اللي اعتق الفيلم الانقراض في جنوب افريقيا؟ دابا حاليا الفيله في جنوب افريقيا والاسود اكبر كثافه موجوده في جنوب افريقيا. شكون اللي اعتقهم؟ لي براكونيين اللي كانوا كيقتلوهم ويسرقوهم ويبيعوهم. الدوله دارت برامج مع هذوك لي براكوني، هذوك اللي كان كيخدم المهرب وكيبيع للصيني ويبيع للبرازيلي ويبيع اليماني، هذوك الدوله مشات عطات ليهم واحد البلايص يحميوها وكتقول لهم غنجي نحسب الفياله ولا لقيت الفياله تكاثر غنخلصكم على الفياله، هما يصبحوا دي غيد توريستيك. هذه كتسمى لا غيانسيرسيون لا غوستركتوراسيون. شكون اللي دخل على الخط؟ WWF جمعيه ديال حمايه البيئه العالميه، ودخلت ناسيونال جيوغرافيك بالخبراء ديالها. يعني راه ساهل تحارب، حنا العقل العربي كيتسطى. ها هما دابا حاليا في حرب استرجاع الموصول في العراق، شوف الشعار اللي طلق الجيش العراقي، الاستسلام ام الموت. يعني داخل يقتل ولا يتقتل. ما عندناش حنا شي حاجه سميتها المصالحه. ما عندناش هي غلطتي درتي كارثه غادي تحاكم، ما غادي نقولش ما تحاكمش. راك غتمشي للعداله، غتمشي للعداله. ولكن راه ما جايينش همج، جايين يدعقوك. انت ارتكبتي خطا همجي الحضاره. تخيل واحد المحاكمه اقسم لك بالله وسي جابر تقلب عليها في البرنامج فات اونتخي لاكوزي. هذيك المحاكمه ماشي اثرت فيا، خربقت لي الموازين في مخي. واحد المجرم من اصل جنوب الصحراء وعنده لا نسيتي فرونسيز. قتل ازيد من 12 امراه بشكل عنيف، كيبقى يضربهم على الوجه حتى كيخسر لهم ملامح الوجه ديالو. هذوك السلطات بغاو يهبلوا باش كيضرب هاد الناس، باش كيضرب هاد النساء، واش بحديده، واش بشي كره الحديد، واش بشي بات بيسبول. حتى صورت واحد الكاميرا كيضربهم بيدو، عنده واحد العنف فيه، واحد الحقد كيضرب بيدو. لقيت اللي شدوه السلطات اعتقلوه ودخلوا المحاكمة، رفض المحامي ورفض يتكلم، مدور وجهه ما كيتكلمش وما كيهضرش. جا واحد المحامي شاب فرنسي تيطلب اذن من القاضي باش هو يولي محامي لهذاك المجرم. قال له القاضي علاش بغيتي انت تاخذ حكم تلزمو باش تصبح انت المحامي ديالو؟ شنو قال له المحامي الشاب الفرنسي؟ قال له ما يمكنش حنا في مشروعنا الحضاري، وحنا قال له في فرنسا دولة حقوق الإنسان سباقة لحقوق الإنسان، وما نعطيهش فرصة في أنه ينتمي للبشرية. قال له هذا الفعل اللي دار بغى يبين نفسه وبغى يقنع نفسه بأنه ما منتميش للبشرية. قال له شغله هذاك، عنده أسباب خاصة به احنا ما عارفينهاش، ولكن مادام أنه جسكن قال له في فرنسا وخدام ناس ويتي فرنسيز، قال له القواعد الحضارية في فرنسا غتلزم له أنه ناخدوه ونديروه وداخل الحضارة. عمرك تشوف كيترافع هذاك المحامي 3 شهور 4 شهور حتى هضروا، حتى ولا كيتكلم، حتى ولا تيشرح الاسباب، حتى ولا كيطلب المساعده الطبيه، حتى ولا كيطلب العلاج. رجعوا اذا الو الو سيدي. نعم استاذ، اذا رجعوا للحضاره ورجعوا للانسانيه وهذا هو المبتغى. اذا استاذ الا سمحتي نمشيو نستقبلوا مكالمات معنا في حلقه اليوم. نذكر الارقام الهاتفيه ديالنا 0522 46 72 50 51 او 52. اذا معنا اول مكالمه في حلقه اليوم، معنا ام خديجه من اسفي. السلام عليكم. السلام عليكم خديجه. كي داير لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ لاباس. كي داير البطل ديالنا؟ البطل راه هو في العيون. زوين البطل. مرحبا بك لالا. الشجاع داوي معك واحد المالي أمية، ولكن راه يصدق انت يعني تعلمنا بزاف الحوايج واخا ما عارفاش. لا 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 كنت كنعرف نهضر وليت شويه يعني كنحس راسي وليت. الله 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 الحمد لله. الحمد لله. الله يكثر مثالك. الله يكثر مثالك. هذا يعني اللي كنا احنا خازنين جبتيهم. لا اله الا الله. الحمد لله. طيب
شاء الله. الله يجرب يخليك لنا يا ربي. انت كذلك افضل اختي. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ان شاء الله جيت تلقاك ان شاء الله تزور. اي جيت ليها شحال مره ودرت فيها محاضرات ونعاود نرجع ليها ان شاء الله. انا عندي ناس قاطع لي الخط الله يهبطك. ايه عندي انا تالي ملي كنت صغيره كنت خوافه. الله الله الله. والان باقي كنحس بالخوف وهذا الخوف داز ليا لبناتي. الله يهبطك. شحال في عمرك الشريفه؟ دابا بنتي كتقرا ملي كتقول شي بلاصه كيشد الوجع كتعود شاد من كرشها حتى كتعود كتعود الوجع فيها. الله الله الله. الشجاعه يعني باش تواجه الناس ولا باش تهز من ديك يعني الشجاعه ما كايناش. واحد البنت صغار منها عندها شوف عندها 9 سنين. عودي عودي ديهم للسوق. عودي سيري مع بناتك للسوق. السوق البلدي. شوف شتي ما تمشي للسوق. عودي عودي بركي في السوق ماشي الدورو بركو. كاين واحد الفراشه حدا العيالات تما اللي كيبيعوا النعناع ولا شي فراشه حدا الناس ديال اتاي وبركي بنياتك وخليهم يشوفوا الناس غاديين جايين خليهم بركو. شتي شتي البنات والنساء عندكم واحد الطريق واحد الخاصيه تتشربوا نفسيتكم كتشرب والسوق كيدخلوا له بزاف ديال الناس. كل واحد جايب واحد البركه معاه من بلاده من جهته. الخضار جايبها من البركه ديال الفلاحه. اللي كيربي الدجاج جايبها من البركه ديال رعايه الدواجن. اللي كيصيب توابل جايبها من البركه ديال الشتي. كل واحد دار شي عمل وتقنو كيجي كيكون معاه واحد البركه. السوق البلدي فيه الناس صالحين كتدخل كتقول له فيك الجوع يعطيك شفنجه ما يتخلص منك. مول الفواكه تهز تفاحه ما يخافش عليك. اي واحد بزاف شهيتي شي الحيمه تقول لك انا طريف يعطيك هذاك طريف. شتي لاله العزله ديال العائله المغربيه في الشقه ولا ساد عليه في البارتمان ينزل من البارتمان يمشي لعند مول الحانوت تحت العماره يشري دغيا ويطلع يجري يهبط يمشي للمركوب. جعلتنا ما بقيناش كنتسقاو من بعضياتنا. وحنا المغاربه عندنا هاد السقوه كمغربي. انا بطبعي ملي كنحس براسي بعنوبه المشاكل الناس هكا شربتهم وتضيرت تندخل السوق. كنمشي للسوق ديال العروبيه بكا وندخش تخشى وشن بحال هكا وندخشش وتيجي واحد ويشنط لك يقول لك حاز اسيدك حاز شاطري والاخر يضحك معاك وعارف حقير وتابرك شرب معاك ويزاتي ما تخلص والو الاخر ولد عمي وتعاشوا فينا عاشوا فينا. شتي هذيك الكلمات كتشوف هذوك البياعه والشرايا كيتلاجوا وها الطاطا ديالي وها تشوف الطاطا حسن ديال فلان وهذا السوق هذا اخر السلعه وما كاين السلعه اخرى كاينه غا هذي الاخر كيرد علو. شتي شويه اليوم عن يوم علاش العرب القدماء كانوا عندهم سوق عكاظ اللي كان هو ماشي فقط سوق عادي راه كان سوق ديال البضاعه ثقافي كذلك ديال العالم العالم راه باقي الان مهرجان عكاظ كيتعقد فيه. يعني رجعوا لبلاصه جدودكم راه اصلنا حنا من هذوك الناس. يعني الا مشينا حنا راه عندنا حضاره هاد العرب وشلوح عندنا من اقدم الحضارات في العالم راه ما بحالنا غير الهنود واليهود المصريين تقاضوا والفراعنه مشاو باقي معانا اليهود باقي الصين والهنود وحنا هادو ما اقدم الحضارات في العالم هما هادو. الاخرين راه على هنا اللي عاد جاو. اما هذا اللي كندوي لكم حنا راه كانوا معاشرين الفراعنه معاشرين السومريون راه كانوا معاشرين البابليون راه كانوا راه عاشروا الرومان راه عاشروا هادوك الحضارات كلهم قاردوا بقاو هادو. احنا الحضاره ديالنا وقع عليها قطيعه ان السينيال تقطع. يعني شحال من حاجه كنا كنعرفوها. شوف دابا غير زرياب ملي جا لفوق الاندلس واش يعقل ملحن واحد يلحن لك شي كله؟ علاش؟ لان حضاره العلم كان امر. شوف التصميم المعماري الاسلامي في اخبارك تصفيه الواد الحار في مراكش في عهد الموحدين. نعم الى مشيتي شفتيها اون تروا دي درتها واحد القناه المانيه تبقى حال فمك. الغريب في الامر انهم كانوا كيطلعوا الماء حتى للتروازيام ايطاج بلا بومبا بلا والو. الاندلس طلع الماء حتى للكاتريام ايطاج. كان بني واحد الامير واحد القصر في الجبل وفوق الجبل دار قلعه. تخيل دابا هو الجبل وفي الراس ديالو قلعه وفي القلعه دار واحد المكتب ديالو هو الفوقاني بحال المناره.
المطالع عنده حتى الفوق ملي كانوا كيجيو عنده السفاره وتيبركوا عنده في داك المكتب كانوا تيبقاو يشوفوا الناس ورا فيها الماء وكيطلبوا الشجر كيبان لهم كيبان لهم تحت الاخوه كيفاش داك الماء شكون اللي غيدير بحالو غيدير بحالو لوي 14 في فيرساي غادي يخدم دي زانجينيور وغادي يبقاو يتقاتلوا باش يجيبوا الماء ولكن ما قدرش يوصل لعلو اللي وصلوا للامير الاسلامي انذاك في اندلس. اذا شتي احنا الحضاره ديالنا والتاريخ ديالنا كنعرفوا نهضروا عليه مثلا في منابر اعلاميه مثلا نديروا برنامج يعرفوا يهضروا عليه يشاركوا بحال هكايا يجي شي اجنبي يبغي يصور ديالنا مساكن بحال هكا تيعرفوا يهضروا ويجلسوا ويوريو ولكن باش نجعلوا الحضاره ديالنا تكون دابا في السوق دايره تكون دابا في الشارع كدور تكون كدور في الاعلان نستشحوا نعطيو الناس نصائح تخيل دابا حنا حتى في لي كونساي ديال 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 لي سيونس دو كومبورتمون غادي نتكلموا بجمل ليستيم دو سوا لا كونفيونس اون سوا غادي نجيبوا لهم مفاهيم اللي ما هياش طالعه من حضارتهم اما حنا خصنا نعطيو اجوبه للناس من البلاد ديالو من ثقافته من افريقيا ديالو من امازيغته من تشلحيت ديالو من تصحراويت ديالو من تمغربي ديالو وتكون في اتصال مع العالميه سيري للسوق وخرجي مع بنيتك وعرفي لاله بانه كاين الرهفه وكاين الخوف شتي لا الى ما عرفتيش تفرق انتي كامرا وكبنت الفرق ما بين الرهفه والخوف يتلاقوا عليك بجوج النساء المغربيات نساء رقيقات في الاحساس المراه المغربيه مراه مأصله في الرقه باقه الحمد لله عندها الانوثه باقه يعني الانوثه هو كتحسبك وانت ما قلتي والو اللي بغى يجرب يشوف مع امه ويشوف مع مرته واش غتحس به ولا طيب نمشيو نستقبلوا تفضلوا سيدة باقي الفكره عندك اذا هذيك الرهفه خاصها طعامها الا ما طعمتوش الرهفه ديالكم كتولي كتشمئز هذيك الرهفه وكتادي المجال الخوف والرهفه خصها كلامها خصها الحطه ديالها يعني المراه المغربيه مسكينه بالواقع الفقر والواقع الصعب ولات كتكابد ولات كتعب بحال الراجل واكثر ولاني ما خصناش نخليوها تولي كتشبه للراجل في القساوه ديالو كتكد وكتسعى الانوثه واحد الجمعه في العشيه تبارك مع بنيه تجيبوا اللعابات تبارك الله ناس تما عبد الله كيعرفوا اللعابات عندهم يديروا شويه الحنه يتجمعوا مع صحاباتهم يمشيو لواحد الجرده ويديروا واحد الحطه ويضحكوا ويعاودوا النكته شتي الفتاه والمراه ملي كتسقى مره من الرقه الرهفه كتقوى وهما القوه ديالهم النساء في الرقه ديالهم شتي ما حدا كتكون حنينه وتكون رقيقه كتولي قويه شتي ما حدا تمشي للخشونه ديال الراجل بغيت تشبه له كتولي ضعيفه مرحبا نعم شكرا استاذ اذا نمشي مباشره نستقبلوا مكالمه ثانيه معنا ابراهيم من قرسيف السلام عليكم ابراهيم خويا الطاهر السلام عليكم لاباس عليك وعليكم السلام ورحمه الله الناس استاذ المامون تبارك الله عليك الله يبارك فيك سيدي ابراهيم الله ينورك العزيز الله ينورك ويزيدك يا ربي امين الله يبارك فيك سيدي ابراهيم سمعت اخويا لا اله الا راك قديت كل شيء ان شاء الله كل شيء راه فرحان لك ان شاء الله بارك الله فيك كل شيء راه قديت راه راه راك را 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 رجل طيب ان شاء الله بحول قوتي الله يكبر بيك اللي عنده الراجل في الدار السيدي استاذ صالح لا حول ولا قوه كيصلحوا ولاده اللهم لك الحمد عندنا سيدنا صالح اللهم لك الحمد كل شيء راه الله بحول يا ربي امين الله يكبر بك المغاربه اللهم لك الحمد راهم عايقين اللهم لك الحمد من الكبير وصغير من الكبير صافي الله يجعل شي بركه وصلت لحد ميساج وصل ولكن نفس الاستاذ نعم سيدي راه منين تولي العيون وتمشي لكازا غادي يجيك لانه جيت تلبر كان هضرت معاك اول مره وقلت لي غادي نمشي لك كيف والله خويا شوف راه ماشي بوحدي راه معايا واحد العدد الناس وواحد 20 لا شوف لا كاين ترتيبات ومواعيد مضبوطه الله يعطيك الخيره الله خويا ما كرهناش الله يمكرك امين سيدي ابراهيم امين سيدي ابراهيم الله يخليك لي يا ربي امين الشريف الله يبارك فيك خويا نحييوك بزاف اخويا
شكرا لك سي ابراهيم من كرسيف. طيب شوف الطيبوبه استاذ ديال الناس ديال الجهه الشرقيه يعني واحد الحافه هو قال لك 20 جاو كاملين ماشي مشكل. لا 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 شتي سي جواد مشينا لواحد المنطقه في سيدني لواحد الدوار ولاد سيدي علي الناس ما عندهمش الضو ما عندهمش القدرون الماء واصل لغيب شي مضاعات الفقر يعني بواحد الشكل كبير وغضبوا قال لك علاش ما بغيتوش تبقاو تغداو معنا نديروا كسكسو. الناس تقلقوا قال لك لا ما تمشيوش كنا المدير عندنا لا قال لك لا صبروا ونديروا الغداء وتغداو. وتخيل هادو ناس اللي كيجمعوا القش شريوطات وتيخيطوا وتيديروا زرابي. تخيل دابا انت مثلا عندك شي فولار قدام مهم دار لاحوه واحد اخر لاح فوطات واحد اخر لاح تقاشر كيديروا ريسيكلاج ديال هاد الشيء. وتخيل كاع 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 اللي هو توب تيتقطع وتيتعطى له واحد الفورم واحد الشكل وتيخيطوه وتيديروا زريبيات. تيسموا ربما الهردال على ما اعتقد. الهردال. وتخيل اللي كيهبطوا الطريق اللي غادا لجهه العيون هابطين من الصحراء السيارة الكاميونات وهذا تيبيعوا الزبده مصفيه في الزعتر تيبيعوا الخبز ديال البلاد ديالهم. الناس عايشين هكا واحد الابتسامه العريضه واحد الابتسامه العريضه وتيقول لك الحمد لله حنايا ورجالتنا خدامين كيمشيو يهاجروا الدوار وحنا العيالات مع العجزة والاطفال والمرضى ودايرين مشاريع. تخيل دابا هادو قالوا شي واحد شي حاجه طلبوا شي مسؤول شي حاجه شنو العزه ديالهم انهم بقاو في منطقتهم بقاو في بلاصه والديهم. اذا احنا ملي تنتكلموا عليهم اليوم وراهم كيسمعوا واتصلت بحبابي ديال ليانديش وقلت لهم ودي سيرو عندهم ما كانوش عندهم درايه بالبرنامج الوطني اللي دار سيدنا الله ينصر ليانديش قلت لهم ودي راه كاين واحد المشروع سميتو شنو فيه قال لك وقلت لهم ودي غتمشيو غتشلو غيعاونوكم بامكانيات بالات بتكوين غيشوفوا لكم شراكه مع شي جهات وتبقاو تسوقوا المنتوج ديالكم. عرفتي عينيهم تيضوايو نعم تيضوايو. شتي اليوم إذا بغينا نعطيو الديمقراطيه الحقيقيه للناس هو تساعدوا في منطقته. راه الناس راه باغيين بلادهم راه باغيين ارضهم راه باغيين قبيلتهم راه ما باغيش هو يجي للدار البيضاء للرباط. من حقه يجي للدار البيضاء المغرب ديالو هذاك يتصرف يتسالك كيما بغى ولكن خاصنا نجعلوا الواحد يختار بعدا ويلقى الفرص ديال النجاح في بلاده ببساطه. راه ما بقاوش نقلبوا ندير نجيبوا له شي صاروخ. الناس راه باغين غير يكون عنده واحد امكانيات ديال التكوين بسرعه باغي يقدر يقرا في الانترنت بسرعه باغي يلقى شي واحد يستشر معاه مره موجود باغي شي حاجه بسيطه من شي امكانيات بسيطه. والشيء الاخر المغاربه عندهم الدراع وعندهم الروح وعندهم المحبه وعندهم السر وتيقضيو شغلهم بنفسهم الحمد لله وحنا تاكدنا منها وشفناها. وما بغيناش المغاربه اللي ما عارفينش هذه الحقيقه يسحبوا انه ما يروج في المواقع او ما يروج في منابر الاعلام اللي كتروج غير المشاكل غير المشاكل. ما بغيناهمش يسحبوا بان المغرب كله مشاكل. لا كاين تحديات صعوبات وكاين مغرب ديال النجاح ومغرب السعداء ومغرب ديال الناس الخير. اكيد استاذ اكيد ونزيد على كلام كان بعض المناطق استاذ اللي بين قوسين معزوله وهذيك الناس راه ما باغيين حتى حاجه اخرى بغاو غير فك العزله والطريق يعني فقط اعطيه غير الطريق هو راه قاد بشغاله قاد غير الطريق فقط. شكرا لك استاذ. نمشيو مستمعينا من مدينه فاس. ايا السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. داري لاباس؟ الحمد لله. ايا لاباس عليك؟ الحمد لله. تفضلي استاذ كيسمع لك من العيون. مرحبا بك. مرحبا لاله ايا لاباس. صوتك بزاف. مع خوتك شحال في عمرك؟ 14 عام. لا اله الا الله. عيط حيت كنت عندي واحد الامنيه غير نهضر معاك. الله 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 الله. دائما كنسمع لك في الراديو. مرحبا بك. بحال واحد المثل الاعلى ديالي. بارك الله فيك حبيبي ما شاء الله. ما شاء الله. لينا. يا ربي امين. اش كتقراي؟ فاش كتقراي؟ عندي العام ثالثة اعدادي. الله يرضي عليك الغاله. الله يرضي عليك. عندك شي هوايه حبيبه؟ اي كندير المسرح وكن ايوا كنقرا سولفيج بيانو. الله يرضي عليك. الله يرضي. قول لي شي حاجه من الحمد تسمع قول لي عافاك. هي الاولى. يلا. لا تلوموني في الحال
جيت نشهد ونودي يا دولي في الموت سبابي خلف ورضا. يا الله يبارك. صوت جميل صراحة. ايش نقول لك يا بنتي اي الله يحفظك الله يحفظك ما شاء الله ما شاء الله. شتي يا بنتي هاد راه انتم اللي كتسقوني وانتم اللي كتسقوني جميع لان راه معايا واحد الفريق سي صابر مخرج واقف معايا هنا سي جواد في تما لاله وفاء في الاخراج لاله فاطمه الزهراج ديري راه فايقه شاده لونطين كتسمع واخا مشاكلها في الدار والوليدات والشغال سيدي مولاي احمد راه في الجوله في اللقاء ديال كوب داندو مسؤولين وكيتبع يعني راه انتم اللي كتعطيونا هذيك الشحنه اللي واخا تنكونوا بعد على وليداتنا واخا تنكونوا تمارة والعيا واخا كتجينا ديك التحطيحة وديك الهدة والله العظيم إلا تتشحن تتولي تطير. شنقول لك أبنتي أي الله يكثر مثالك الله يطيح. أيا أيا غادي 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 نحيلوك على جليل خاصك تغني. أنا اللي فاز جيت كاع كنت حاضرة ضيفة مع جليل. كنتي مع ليالي ميداديو. أيا كنت جيت وكنت باغا غير نتلاقى بكم زعما ما كنتوش. إيوا إن شاء الله مرة أخرى مرة أخرى. تبارك الله. ما شاء الله الله يرضي عليك حبيبة شكرا شكرا. راك دخلتي علي دخلتي علينا بحال واحد الشميشة. راه الإطلالة ديالك بحال واحد. ديما كتدخل علينا الشميشه كلنا بارك الله فيك في دارنا دائما بارك الله فيك بارك الله فيك احبك الله ورسول المرضيه. نعم شكرا لك. ايا ايا استاذ دريبي يعني من هاد الشباب اللي كنهضروا عليه ديال حب الوطن يعني الملحون راه جزء حتى هو من التراث ديالنا جزء من الهويه ديالنا. وشوف ايا كيفاش 14 سنه دايره واحد الهوايه اللي وطنيه يعني وكيفاش بصوت جميل وكتهضر بواحد الابتسامه يعني هذا نوع من الشباب اللي كيخليك أستاذ تفرح وكيخليك تستمر وكيخليك كذلك أنك تناضل من أجل هذا الوطن هذا أستاذ. إيه شتي يا سيدي جواد يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيروا مشية الضعيف فيكم. احنا عندنا مغرب قوي عندنا مغرب ناجح عندنا مغرب تكنولوجي عندنا مغرب ديال لي تيليكومونيكاسيون لي ريزو عندنا مغرب ديال لي فينانس عندنا مغرب ديال الانفراستركتور عندنا مغرب ديال الثقافه العريقه عندنا مغرب المهرجانات ما عندناش مغرب استراتيجيه اجتماعيه ما عندناش. نعم للاسف ما عندناش مغرب استراتيجيه اجتماعيه ما عندناش. وهذا كيحز فينا حنا المغاربه وهذا كيألمنا حنا المغاربه لان المغربي ما باغيش شي واحد راكم كتسمعوا كتعرفوا كتشوفوا ما باغيش شي واحد يعطيه المساعدات اللي كتعطي الضمان الاجتماعي في فرنسا ولا يعطيه شي واحد الشومون تدخل ما باغيش المغرب هادشي. المغاربه باغي يولدوا الا ما استطاعش يقرا خصو يلقى حلول يقرا. المغاربه باغيين ولدهم الا تبلى بالحشيش ولا تبلى بالمخدرات ما يضيعش ليهم يلقاو شي جهه اللي يمشيو ليها ويبقاو شادين بيد ولدهم حتى يخرجوه من المخدرات. المغاربه بغاو بناتهم يختاروا ما بين الدراسه والهوايه وماشي تمشي للهوايه الموسيقى وتولي بزد عليها خاصها تمشي لواحد السلوكات ولا خاصها تمشي لواحد المواضيع باش تسمى مشهوره. المغاربه بغاو ناس اللي يخليه يفتخر انه يكون ريفي ويخليه يفتخر انه يكون زياني وبلا ما يحس بانه واحد كيلعب على العشره احسن منه ما باغيش الحوره. شتي المغرب ديال السياسه الاجتماعيه راه هو التحدي الكبير اللي عندنا. احنا درنا الحمد لله فضل سيدنا الله ينصرت وجهاد ديالو والكد والسعي ديالو المغرب ديال الانفراستركتور راه هو فتحت الاوراش من الاوراش الكبرى راه هو. خلينا ما يبقاش واحد يركب عليها ولا يغيط ويطبل راه الاوراش الكبرى استراتيجيه ديال الشريف هو لانه ملي كيمشي للامارات ويجيب الرسامين ديال الامارات ملي كيمشي للسعوديه ويجيب الرسامين ديال السعوديه العمق الافريقي العمق الافريقي تخيل يعني هنا نفضلوا نجح المغرب في هذه الامور هذه ولكن المسؤول الجماعي لان احنا مشينا في السياسه ديال الجماعه المسؤول الجماعي كيبان لينا عفر الحمله الانتخابيه اي كيبان في الحملات الانتخابات ويصيب تروتوار قدرون جماليه المدينه هما عندهم واحد البروغرام سبحان الله في مخهم هاد المسؤولين الجماعي في المغرب عنده جماليه المدينه ما بغيناش نقولوا ذاك المثال اللي ديال العكر والمستمع يكمل لا عنده يعني الرومبوان القدرون الضوء الجردات مسقيين
صافي. الخدمات الاجتماعية شنو بغى المغرب؟ أنا كنقول لكم أحبابي، إحنا كنعرفوا المغرب والمغاربة ما كيدوا معنا وكيدوا معكم. الجانب الاجتماعي باغي واحد الجهة تشد ميد ولده أو بنته إلى وقعات في الهدر المدرسي. مثلا ما بقاش قدرة تمشي تقرأ، مرضات والديها تحولوا، خص الدري والبنية يلقى جهات كتشد ميدو في القراية، شوية تعطر صعبات على الشعبة، ضغط يلقى إعادة إدماج في المسار الدراسي. المغربي يبغى ولده ولا بنته ولا تبلا بحشيش ولا بالشراء ولا بشي حاجة ما يبقاش يتكرفس. دابا تخيل حنا مراكز إعادة إدماج المدمنين عندنا قلال، عندنا في الدار البيضاء كاين في الشمال وكاين في بعض الأماكن، وراه دابا المخدرات راه ما خلات حتى شي تشجيقات في المغرب، ما خلاتلوش للأسف. القرابة تبيعوا الشراب بحال اللي كيتباع الحليب، وليت تمشي لشي بلايص تلقى القرابة كيسربيه لك بحال زيت العود، هكا بخمسة يطرو عطيك. يعني هالكيف هالحشيش هالقرقوبي هالمخدرات هالشراب هالماحية كلشي كيدور، والمراكز اللي القرب اللي تكون خاصها تكون في كل جماعة. المصالحة ما بين الأزواج طلاق، تخيل وصلنا في بعض المناطق ل 300 حالة طلاق في الأسبوع. واو. منطقة فاس ولا واحدة عندي حبايب القضاة سولتهم راه وصلوا شي 300 ملف ديال الطلاق في الأسبوع. إصلاح ذات البنيين فين وصلات؟ علاش ما نديروش ليها مراكز ديال هذا القرب مع الجماعه؟ لان دابا ملي نتوما كتقولوا جهويه ووريونا حنا تديكم بعدا، شنو هذه الجهويه؟ جهويه بغيتي عين الميزانيه تصرف فيها بلا ما تاذن لا الوالي لا العامل لا والو، هذا هو بغيتي الجهويه. الجهويه بغيتي انت كرائد جهه ما تخضع على السلطه الوالي لا ديال شي حاجه، صافي هذا هو الجهويه بالنسبه لك. لا حنايا كمواطنين تنقول لك الجهه هو دير لينا خدمات اجتماعيه بلا ما تعطيناش الفلوس، دير كفاءات مغربيه بعقليه مغربيه بعقليه جهويه. صحراوه تخدم معاهم مع ولادهم صحراوه، شلوح تخدم معاهم بداش الحيط ريافه، وشوف ديك الساعه واش غيعطيوك. قبيله ما كملش التحليل ديالي على الواقعه ديال الحسيمه، اشنو اللي حزني؟ اشنو اخويا كنتي ملي لقيتو عنده السلعه ديال هذاك بوسيف اللي هو محمي وكذا وكذا مزيان؟ قلنا لكم مثال ديال جنوب افريقيا، ربحات حمايه الفيله ولافون والاسود واحد باش بلي براكوني دات لهم واحد اعاده ادماج وستركتوراسيون وتكون عطاتهم امكانيات. فاش كان غيضرك ملي كنتي تقول له شحال شريتي هاد السلعه؟ غيقول لك القد والقد. غتقول له غنحجزها لك وغادي نتصل بجهات خيريه غياخذوها وغنرد لك فلوسك اللي شريتي. كان غيعطيك هو السلعه. هنا دابا هذا ما فهمش ريافه. هذا ريافه راه صبليون ونصارى معاهم تيضربوا بالنابالم وما غلبوهمش. عندك تغلط. شتي الريف تقيسو في الكرامة ديالو في العرض ديالو، راه تيولي راه ما تقد علو لا انت ولا روسيا ولا امريكان. هادو هما المغاربه. واش تبغي تفهم ولا بغيت تفهم؟ ما يقبلش الحكره. شتي هو ملي يرمى له هذاك الشيء ما ترميش له، داير خطا اييه قول له هذا خطا غنحجز لك، غادي ندخل الثلاجة، غادي ندير محضر، وغادي نعيط لواحد الجهة تاخذو، وغادي نصيفطك عن طريق المحكمة تحاكم ونرد لك فلوس، ولكن تحاكم. المحاكمة حيت اخترقت القانون ونرد لك فلوسك حيت أنت فقير. شتي هذا هو الاستركتوراسيون، هذا هو العقل ديال اللي ناقص عند العرب وعند المسؤول في العالم العربي، ما عندوش هذا العقل هذا. عنده العقل، عنده السلطة، عنده النص قانوني معاه يطحنك لانه عنده السلطه عنده النص القانوني. انت ما درتيش، ومن بعد كتلوموا المجتمع الاسلامي اللي ولد لكم تطرف. لان شنو فكره التطرف؟ هو حرام تموت حلال تخضع، وحنا المسلمين الحرار ما عندناش حلال وحرام، عندنا الحلال والمكروه والمنبود والمبغوض والمشبوه والحرام. هادو ما مسلمين. الببوش ما حرامش ولكن مكروه، لانك ما عرفتيش جنسه، ما عرفتي والو، ما عرفتي له، اذا ما هوش حرام، لانه اذا كنتي في يوم الجوع غتاكله. الحلوف اللي حرام وأدل لينا الإسلام ناكلو منه طريف إلا كانت المجاعة، ولكن ما خصك تشبع، ما تعاودش تاكلو.
يعني ملي كتمشي انت كمسؤول وكتنزل بنفس الفكر البيبولير اللي هو حال الحرام ممنوع ماشي ممنوع، راك درتي نفس الالغوريتم، درتي نفس البروسيدور اللي كيديرها المتطرف. اذا قلدتيه غير انت ما ديرش هذوك السلوكات ديالو، راك داير بحالو. اما يجيك مواطن، تخيل ملي كتكون في اوروبا صايك سكران بيلا واحد سكران غادي ساكي ميل، كيوقفوا السياره كيوقفوا البوت نعم، تينزلوه وتيدير واحد المود للسير ينعس وتيفيق وكيدوزوه المحاكمه ويقولوا له الجلسه غتجيك نهار فلاني وعطوه ورقه ديال الاستدعاء ويصيفطوه. داروا لهم مؤخرا حاجه اخرى، داروا لهم واحد الرقم الهاتف في البيران وفي البلاصه اللي كيشربوا، انك الا شربتي فوق الكيسان احسن لك عيط لهذا الرقم ويجيك واحد الشيفور ويديك ولا غتلقى انا واقف في الطريق وغادي نتعقلوا. الالكوتيست الثاني غادي يفرحك. زاد التوعيه، زاد التوعيه، زاد التوعيه. ملي كيوصل عندهم حفلات راس العام نويل والنوفيلون وهادشي هذا، تيديروا واحد لي بريكاد خاصه باش يديو الناس، وتيديروا حمله تيقولوا للاصدقاء واحد فيكم هاد الليله ما غيشربش، لا شربتوا انتم خمسه ولا سته، واحد فيكم خصو ما يشربش، وتيديروا حمله في التلفازه ويديروا توعيه ويديروا كذا ويديروا كذا. يعني دابا حنايا في 2016 ما بغيناش نكونوا شويه في واحد الذكاء مع بعضنا، ونقدروا نكونوا في واحد الذكاء. تبدلوا من المقاربات ديال المقاربه الامنيه، المقاربه ديال التسلط ديال الشرط، اي هي غلط ما كنقولوش ما غلطش، غلط كيفاش تنقدني من الخطا، كيفاش تنقدني من الخطا، انا غلط اسيدي، انا ما عندي باش نعيش، انا كذا، انا مشيت طيت هاد بوسيف محمي، اي خطا غلط غلط، ما تنقدنيش انا من الخطا ديالي. واحد تيبيع الكيف غادي نبقاو حنايا على واش يبيع الكيف، ما نقدوش من هذاك المصيبه. واحد قريب تيبيع الشراب وخدام تي في الحومه معروف وكل شيء، ما غنقدوش نديرو البديل، خصنا نعطيو البديل ونجيبو العقوبه. نعم هذا هو، ولكن ما نجيبو العقوبه حتى نحطو البديل. حنا اللي كنجيبو العقوبه والترهيب والخوف، وشنو كنشجعو الرشوه؟ لان ملي كيعرف هو بان راه فلان بيدو قضيه، فلان بيدو كذا وكذا، فلان بيدو اش كيدير؟ كيقلب على شي واحد اللي وصل له لفلان. اذا كتولي انت حليتي باب الرشوه لانك ما درتيش البديل. اما لا درتي البديل، واش تخيل النبي صلى الله عليه وسلم في معركه احد، الحباب معركه بدر ومعركه احد، راه كانوا المسلمين تيشربوا الشراب، راه كانوا شاربين الشراب مع النبي صلى الله عليه وسلم، غادي لكن في العود شاربين الشراب، واستشهدوا منهم شاربين الشراب، والوقيته اللي نزل التحريم ديال الشراب خافوا على اصحابهم، قالوا ناري مات فلان ومات فلان كان شارب الشراب، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان باقي ما كانش تحريم حتى شي حاجه، كانوا كيتزوجوا المراه واختها، وملي نزل التحريم ما قالش لهم الاسلام طلقوا العيالات اللي عندكم معاهم اختها، ما قالش لهم طلقوهم، نزل التحريم على اللي غيتزوج من جديد، اما اللي شاد المراه ومعاها اختها ومن قبل كانوا كيديروا هكاك، تخيل. طيب علاش التاريخ ديالنا ما كناخذوش امثله منه؟ التاريخ ديالنا هذا هو حضارتنا، هذا هو. اي درت خطا انا سيدي غلط، وتخيل نقول لك الكاميرا في جنوب افريقيا كتشوف واحد نزل عليه فيل قتلو، وصلوا شدوه، جا عنده هذاك البيولوجيست هو يدخلوا لواحد الموضع وراه لواحد الدوكيومونتير، قال له شوف الدور تاع الفيل في الطبيعه اش كيدير، بقى تيولي الاخر يقول له رانا عندي واحد المراه وعلى الولاد ما عندي باش نعيش، قال له راه كتوريني هادشي، راني كنعرف الفيل كنعرف كيدير هادشي كنعرف هادشي، قال له انا يا خصني ناخذ اللحم ديالو، وكنبيع هذاك العاج ديالو، قال له هذا انا، قال له انا عارف راسي كرتكب، قال له جريمه، ولكن قال له ما عنديش بديل، قال له شحال كتبيع العاج؟ شحال كتبيعو؟ قال له كنبيعو كذا وكذا، شحال مره كتطيح من فيك؟ قال له مع الحضيان ديال السلطات وكذا، قال له كاين الخطوره انك تطيح فيل، قال له يقدروا يضربونا بالقرطاس ولا يقتلونا ولا شي حاجه. قال له اجي تشوف هذا المشروع، غادي ندير لك واحد السياره وغادي بلوجيو ناس سياح، وغتلقى الدور توريهم، وغتبقى وغادي تاخذ كذا وتاخذ كذا، تبقى شوف بحال هكا. قال له راه بزاف صحاب، قال له راه معنا فلان راه وافقوا، اجي غير احضر. خلاوه في الغابه اللي كان كيصيد فيها، ماشي داو الاداره داو له في بيرو، لا حيت هو راه ولد افريقيا خصو يبقى وسط الادغال،
خلاه في الأدغال، داروا له إعادة إدماج، داروا له تكوين لمرته وداروا له مدرسة لوليداته. المرأة مع العيالات ولات كدير مشاريع مدبرة للدخل، ولات كتقول له فلان راه عندك راه الفيل اللي جابنا هذا الرزق، ما تبقاش الفيل مشى كلشي. ولات المرأة هي كتحمي راجلها من سلوكه لأنه كيشوف فيل كيترعد. بحال شي واحد دابا مبلي بحشيش كيشوف شي جوج كيترعد بغا يكمي، هو كيشوف فيل كيبغي يترعد بغا يسمح يضربو. لا كتفكر مرته كتقول له فلان، حتى ولاو هما اللي كانوا كيقتلوا الفيالة هما كيحميوهم. ولاو هما حاليا في الهند، الهند راه نقارض النمر ديال لازي، لو تيغر لازي راه نقارض بقى واحد شويه واحد شويه في روسيا، باش الهند حماته بالناس ديال القرى اللي تم كانوا كيطيحوا شجر باش ياخذوا الحطب وباش ياخذوا العسل ديال الغابه وباش يديروا شحال من حاجه. داروا لهم مشاريع مدير الدخل، ولاو هما كيحميوا النمر وكيجيو السياح من العالم باش يصوروا النمر. شوف دابا شنو دارت فرنسا في البيغاني، ما دخلتش الدب، ما رجعتش الدب، دخل لي بيغاني اوريونتال في لافرونس، ما دخلتش الديب. دي زاغريكولتور كيتشكاو كيموتوا لهم النعاج ديالهم تياكلهم الديب، كتجي جهات كتعوض لهم النعجه وكتعطيهم مساعده على حمايه. طيب داروا استطلاع راي عند هذوك الناس، قال لهم واش اداكم الديب حيدو؟ قال لهم لا، لان السياح كيجيو. فين هو الذئب ديال الاطلس؟ راه كاين ديال الاطلس كيبان لكم منه شي حاجه، كاين حيوانات اخرى في الاطلس ما معروفاش، تخيل والله تعرف تيردوها قديد. علاش؟ لانه ما كاينش البديل. اذا نجي انت البلاصه فيها الفقر وفيها يعني التجاهل، ويلقى هو عنده واحد البلاصه شي حاجه من يستفد، ما كاينش البديل، ما كاينش التوعيه، مش غادي يعرف هو. راسي راسي انت دير شغلك، دير ما بغيتي في الدار البيضاء، الاخر دير ما بغا في الرباط، الاخر دير ما بغا ليتي، وانت ندير ما بغيت انا. طيب اللي اما الا مشيتي الا جعلتي هذاك السمك في الحسيمه، عمرك درتي وثائقي علو؟ عمرك شنا انواع السمك اللي كاينه في بحر الروسي؟ عمرنا شناها في شي وثائقي؟ عمرنا شنا انواع السمك والطحاليب اللي كاينه في لي كوت ماروكين؟ عمرنا شناها باش نعرفوا بعدا شنو عندنا؟ فملي كتسمع محميه كتقول محميه لمن؟ لمن محميه ذاك الحوت؟ كل حامي. وحنا في ثقافتنا محميه، بعدا حنا عندنا ثقافه محميه. ربما اوروبا اللي قالت المغرب حميه ذاك الحوت، ربما، لان حنا ماشي في ثقافتنا محميه، حنايا الكامومي اللي كانت في الغرب باقا كتبان لك. وردات الكامومي في الغرب ما كانش كتحيد من الغرب، ما بقات وحده. اذا حنا عندنا ثقافه محميه، عندنا المآثير كتريب وحده ورا وحده، عندنا القصور في الفيكيك وفي النواحي ديال الفيكيك كيريب واحد واحد، عندنا ثقافه محميه. علاش تجي بالضبط انت دير محميه في الحسيمه؟ زعما بغيتي تدخل ثقافه محميه اليوم هكاك بشكل سكيزوفريني، بغيت لوحه من السماء. ايوا على اينا وسط دير حمي القلعه وحمي المآثير وحمي النباتات وحمي 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 وحمي. وملي غتجي وتقول من المغربي انايا في ثقافتي المحميه وكتلوح حالو، الشعب كيحتضنها وكيتولى الفكره وتيولي هو اللي واقف عليها. اما تجي ديرها بشكل اداري وتلح حالك اوروبا، هي راه خصنا نتعاونوا مع اوروبا، عندهم خبراء وعندهم ناس هما تيفهموا اكثر منا وحسن منا في شي حوايج، ولكن ما نجيبوش هذيك الثقافه وهذيك الفكره بشكل بيروقراطي، بشكل فكره نازله بحال الضوء، والمغربي هو ما كيشوف براسو هو كمخلوق ما محميش هو. واش تغا تحمي لي حوته ما تحمينيش انا، واحميني انا والحوته بجوج. بالفعل. ممكن؟ مرحبا. بالفعل استاذ، هذا هو المطلوب، يعني تغيير المقاربات والعقليات الحاليه اللي كاينه الان في الاداره. والخطاب الملكي الاخير راه كان واضح في المساله هذه بان الاداره خاصها تتحرك، خاصنا نبدلوا الطرق ديال الاشتغال ديالنا وطرق استقبالنا للمواطن وتفاعلنا كذلك مع المواطن. نمشيو لمكالمه اخرى، بقات معنا 4 دقائق قبل ما يلتحق بنا طريق باشلان في العناوين ديال الاخبار. معنا خديجه من مراكش. السلام عليكم لاله خديجه. السلام عليكم. وعليكم السلام لاله خديجه. وعليكم السلام ورحمه الله. كنشكركم على هذه الاذاعه وكل شيء لاباس. كي دايره كتبارك عليكم. مرحبا لاله خديجه، كي دايره مراكش؟ راه سمعنا بانها ولات خضراء. بارك الله فيك، الله يرحم الوالدين. تفضل لاله خديجه. ربي يوالدك اختي مرحبا. شدني رعده. مع خوتك لاله، مع خوتك، تفضل لاله. سيدان كنشكركم كلكم. مرحبا. بارك الله فيك، مرحبا بك. الله يرحم والديك، بغيت نهضر معك الدكتور. الله يرحم والديك. تفضل قول اختي، قول. كنت مريضه الله يرحم والديك وشي ديك عامين ونص هادي، وانا تنمشي للسبيطار محمد السادس، نمشي ونعاود ونرجع.
باش كنتي مريضه؟ شي حاجه عندي. باش كنتي مريضه لالا؟ باش كنتي مريضه لالا؟ مريضه مشيت، كنت عندي الوالده ضراني حيت مشيت لعندهم، قالوا لي راه عندك شي حاجه في الوالده، اما خاصه لك بنادم اما عندك الكره. ايوا الله يرحم والديك، حيت مشيت لعندهم دوك عامين ونص هادي وانا تنمشي ونعرف حتى حاجه، نعطيت الدم نعطيت كل شيء. ايوا ما دايرين معايا والو، الله يرحم والديك باقيه لدروك، والله الا لدروك باقي راه. شوف لالا، انا غناخذ الهاتف ديالك وغنتصل بشي حباب تما في المستشفى محمد السادس، وغادي يعتنيوا بهذا الملف ويعيطوا لك ويشوفوا بالتدقيق يطمئنوك ونشوفوا فين يوقفوا معك لالا. مرحبا. انا غنرجعك للستوندار، خلي لي الهاتف ديالك لالا. نعم. بارك من قرات. والدينا وامينه لالا، مرحبا بك. انا غناخذ الهاتف ديالك اختي، خلينا الهاتف. نعم خديجه، نرجعوك للستوندار يعني عند وفاء. خلي لحتي يا سي زين. نعم. لحتي العنايه الاجتماعيه. عامين. عامين ونص. عامين. واش يعقل واحد مريض يقدر يصبر حتى ليله على مرضه؟ عاد باش يعرف شنو عنده. تخيل باش يدير تحليله ويقول لك غدا جي خذها وتمشي غدا يقول لك باقي ما وجدناهاش. يقول لك بعد غدا وتجي بعد غدا يقول لك باقي ما وجدناهاش. ودوز السيمانه يقول لك باقي ما وجدناهاش، ما تحماقش. عاد تحليله ما تعرفش شنو عندك. بالفعل. وتخيل عامين. يعني دابا شنو هو، شنو المشكل دابا هنا؟ شنو هو؟ هو العقل العربي الببوشي عند المسؤول السياسي الحكومي ما كيعرفش بان القدره ديال الاستيعاب وديال التحمل الفكريه ديال عدد من الاطور محدوده، لا ساتوراسيون. فخصك تعبر بحال ملي كدير الكيمياء، شحال من كاس يقدر يشرب لك من معلقه الملح. فلا فورمول معروفه عند الكيميست، كتشد لا كونتيتي وكتشد لو نيفو ساتوراسيون وكتاخذ هذيك الموليكيول اللي غتلوحها في هذاك الليكيد وكدير واحد ليكواسيون وكتقول لك لو سوي ساتوراسيون، كتخرج لك لا كورب كتعطيها لك كتعرف هنا غي ساتوري. دونك لي شيميست كيعرفوها باش ملي كيبغيو يصيبوا المناضه ولا يبغيو يديروا لكم شي مشروب ولا شي حاجه، راه تيخلط بلاباراي، تيخلط بالالغوريتم والروبو كيهز من المواد وتيخلط. ما كيبقاش هو يدوق كاع، كياخذ ان ايشونتيون كيدوقو في الاول، من بعد صافي تيفاليدي لا بروسيدور كيطلق. هي لاغرو اندستري. C'est de la science. Il faut, je vous invite à voir l'émission de comment c'est fait sur ce channel Discovery. Qui est au qui veut que tu m'as confiture, qui veut que tu m'as le haja, mais il faut que je me la grande qui veut que là, c'est de la science, mais c'est de la science qui respecte l'humain. Et donc, je ne vois le niveau de saturation de le fonctionnaire ou de l'employé public. Le niveau de saturation de l'homme. واش عرفنا لا كاباسيتي دابسوربسيون؟ يعني فوقاش كيساتوري، شحال كيقد من ملف كيساتوري في النهار؟ واش اربعه كيساتوري؟ واش خمسه؟ واش 10؟ واش 20؟ دارسينها؟ استيعاب كيجيوك دي كا كومبلكس اي كومبليكي وكيجيوك دي كا سامبل. دونك في لي كا سامبل خصنا نشوفوا النيفو دو ساتوراسيون والنيفو ديال لاسيميلاسيون، وخصنا نشوفوا ملي يجيو كا كومبلكس اي كومبليكي شحال غيدوز من واحد وشحال غيستوعب من واحد. نعم طيب، إذا سمحتي أستاذ توقفوا لي أنتم في الاستماع لبرنامج ميد راديو مباشرة، غادي نرجعوا لمدينة العيون عند الأستاذ مامون مبارك الدريبي. أستاذ كاين شيء آخر قبل ما ندوزوا لمكالمة أخرى؟ يا سيدي، يا هاد الذكاء ديال أنه نحسبوا مستوى ديال الاختناق ديال الممرض في المستشفى، ديال الطبيب في المستشفى العمومي، ديال الموظف في الاداره في الدائره في العماله. نعم. الجواب راه عندنا. انت كنت تسحب وراء الفراغ، الجواب راه عندنا. الا مشيتي تشوف كيفاش كتخدم المصالح الاجتماعيه للقوات المسلحه الملكيه. كيجيهم جندي مثلا كيمشي لواحد عند الطبيب ولا، والمواطن المغربي عنده هشاشه نفسيه. جايبها من الخمسينات من الستينات، عاش واحد الاضطرابات، راه ما ساهاش هذاك الشظايا ديال الاستعمار والشظايا ديال الحرب العالميه، راه دمرت الناس. نعم. راه مازال الجداد ديالنا، راه باقيين معنا جدودنا اللي كانوا عاشوا هذه الحقبه، والوالدين دمروا معهم وولادهم دمروا معهم. اذا ملي كيجيك المواطن عنده هشاشه نفسيه، ما غايجيش يحط لك غير السؤال بالمرض، غادي يتفرتت بين يدك انت كممرض وانت كطبيب عمومي وانت كمسؤول في الجماعه وانت كمسؤول في اداره، غيتفرتت. قوات المسلحه الملكيه في مصالح التعامل ديالها مع الجنود ومع الناس ديالها دارت مصالح اجتماعيه. فالطبيب تيقابل العمليه الطبيه ديال التشخيص
والتداوي والامور. وملي كتشوف كيشوف هو هذاك الطبيب ولا هذاك الممرض هذاك الجندي مقلق خاص مع مرته واقفين على الطلاق تطالبوا بالنفقه ولا الطبيب كيهز الهاتف تيعيط للمصالح الاجتماعيه تقول مدي فلان راه عندي هنايا راه فواحد الحاله كذا انا راه لقيت عنده المرض ولكن راه ما قادرش نتعامل معاه راه خص شي واحد يجمعوا ليا. هذيك المصالح كتشد هذاك السيد كتدرس الملف كتمدح الملف كتواصل مع الواقع ديالو كتشوف الواقع ديالو تيولي هو عنده جوج الابواب الباب النفسي الفكري اللي كان مشتت وكان تيخرجوا عند الطبيب هو ولا كيقابلوا هذاك المساعد الاجتماعي والطبيب دار خدمته. دابا السؤال كتظنوا لو ما دارتش القوات المسلحه الملكيه هذه المؤسسه ديال المساعده الاجتماعيه سيتي نيسيسيتي سيتي اوبليغاسيون واجب يعني سيتي لوا بحال ملي كتقول بوسي دارشيميد لوا دارشيميد ملي كتقول نيوتن سي لوا يعني اللي ما احترمش لوا الطياره كطيح سي سون دي لوا. اذا علاش في الفيزياء عندهم دي لوا في الرياضيات كاين لي لوا في الطيران كاين دي لوا في التعامل الاجتماعي ما عندكمش لي لوا تديروا ما بغيتوا. اذا انا باغي ندعي انا كنطلب من الله يجي شي امكان شي نهار ندعي اي مسؤول ما احترمش لي لوا لان كاين لي لوا الاداريه القوانين الاداريه كاين القوانين الكونيه الكونيه سون دي لوا سوسيو هادو سون دي لوا دانستيتيسيون خاص الاستقبال لا يعقل في 2016 باقيين الناس اللي كيديروا الاستقبال في المستشفيات هما الناس ديال السيكوريتي اللي ما عندوش تكوين وشادوا شركه المناوله ولبسوه كسور عطيه كلب حتى هو عنده مشاكل كثار من داك اللي غيستقبلوا لا يعقل تمارسوا على الناس هذا العنف الله يجزيكم بخير لا يعقل. هذاك الفلوس اللي انت مشيتي درتي شركه المناوله نفسهم هذاك البيجي عبد الله اللي انت درتي به شركه المناوله اللي مشيتي جبتي واحد الشاب كتحضر عليه ما كديروا لا بيلتان دو باي لا والو اللي كتخدموا ثلاث شهور وترميه باش ما يتقادمش لك في الكونترا دا وما تخليهش يدوم لك وما يوليش عنده سي دي اللي ما قدرتيش تحترم اش دارت لك فرنسا اللي انت كتوطى عليها راسك سير شوف بانها دارت هي لي سي دي دي ا دوري انديتيرميني يعني عطاتك ستاتيو بيرمانون في ان كونترا محدود المده سير شوف لك فرنسا اللي انت كتعبد هي الكسول سير شوف قرا منها تتجيبوا منها غير الويل جيبوا منها تا هي الخير. اذا لا يعقل عندك ميزانيه تعطيها انت كسبيطار لشركه المناوله وما عندكش ميزانيه نفسها نيت تخلق بها مناصب المساعده الاجتماعيه وحنا عندنا مؤسسات اللي قراو بناتنا وولادنا ومتخرجين دي ديبلوم ديال لي زاسيتون سوسيال راهم خارجين راهم في الشوماج راهم في الشوماج. دابا بغيت انا نفهم واش هذا اللي كياخذ القرار واش عنده مخ ولا عنده ببوشه في مخه واش هذا وطني مغربي ولا هذا مصيبته منين جا هذا منين واش يعقل انك تدير اربعه وخمسه د العساسه في الباب وسته وما تقدرش تدير المغاربه قهوه ودير فيها مساعده مبتسم المغربي عمرك لقيتي شي جامع حاضر عباد الله شي واحد عمرك لقيتي شي جامع دار نسوه المغاربه عمرك لقيتي شي جامع قلعوا له الحياه المغاربه عمرك لقيتي شي واحد كيقاد لهم الصف في الجامع يا عباد الله عمرك لقيتيهم كيحيدوا صبيطاتهم بوحدهم وتيغسلوا بوحدهم وتيطهروا بوحدهم ويقادوا لباسهم ويدخلوا باداب وكيسكتوا ما كاينش اللي كيقول لي في التليفون كيتفى تليفون راسو وتيسكت وكيتصنت العليم ضر هو الشعب اللي عندك ايها الكسول ضر هما الناس اللي عندك ايها قلب الحجر. فملي كتمشي انت للمستشفى وتشد ودير تما اربعه وسته وسبعه بالكلاب وراك فين ورا الباب الحديد معقد باخي كتحماق على انه يجيو عندك وتسحب راسك عندك العزه المعقد. فات الوقت ديال الشاوش وكلب واعر انتوما باقي صغار ما تعقلوش كنتي كدوز حدا فيلا ديال شي واحد معقد كتلقاه كاتب شيان ماشون كيحطك بلاكا 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 في الباب مكتوبه كلب واعر والمغاربه المأصلين كان كيحط لك خابيه الماء المغاربه الأصلي كتلقى خابيه الماء فارق واللي عطى حبيس سقف كيدير لك كلب واعر فرق كبير فرق كبير طبعا. وشتي هذاك مول كلب واعر كيجيب له الله كلب واعر من كلبه وكيطحلو بنته وكيزني مع مرته وتيولي هو والكلب كلب حيت هو تقاتل الكلب
لا اله الا الله. اما ثقافه المؤصلين ما تنديروش تعامل مع المواطن هكا. لا يعقل انه في 2016 باقي ما عندكش الميزانيه وما عندكش العقليه للمساعده الاجتماعيه وعندك الميزانيه شركه المناوله. نحن كنشوفوا خوتنا ها هما دابا حاليا في طريق السياره ما دايرين الشاره كلشي دايره. حتى شي واحد ما غير يفتح معاهم الحوار حتى واحد. حتى واحد ما غاديش يجلس معاهم. ازيد من 3000 واحد 3000 عائله في واحد الهشاشه ديال كتشكل العجب العجاب. علاش؟ لان حطوا السؤال ديال شركه المناوله ومستقبل المناوله في المغرب حطوه. حتى واحد ما بغي يتحاور معاهم. حتى واحد ما بغي يفتح معاهم الحوار. لا كيفاش القضيه تحطات؟ صراع ما بين نقابه وسياسه، والله ما كاين لا نقابه ولا سياسه. كاين هشاشه اجتماعيه. فدابا شنو؟ تبغيو حتى يطرى المشاكل. حتى تطيح الروح. حتى يسيل الدم. هذا باش نتحركوا. عاد ديروا لجنه وديروا تحقق. انا كنخبركم تنقول لكم ردوا البال. المغاربه راهم في خطر. كاين شرائح اجتماعيه راها في هشاشه الله يجزيكم بخير. تحملوا مسؤوليتكم، كل مسؤول يتحمل مسؤوليته. نعم. بركه علينا ما نبقاو نتجراو وغدا يجيكم الجرائد من برا وغدا نبقاو نقولوا خصوم المغرب، اعداء المغرب. الكلخ ديال بعض المسؤولين هما خصوم المغرب اليوم. اكيد استاذ للاسف خاصه المسؤولين ديالنا يتحركوا في اتجاه. خاص المسؤول اليوم يحترم المواطن المغربي. هذا هو المطلوب. واش يعقل سيده مسكينه في هذا السن كتقول لك عامين وانا كنمشي ونجي عامين. اش من ديبرسيون غتجي لهاد المراه؟ واش من عصبيه غتجي لهاد المراه؟ واش من ضغط نفسي غيجي لهاد المراه؟ واش من السعر غيركب في هاد المراه؟ طيب علاش عامين؟ علاش؟ خصنا ملي كدير ميزانيه شركه المناوله باش دير الحراس في الباب شدوا قسم على جوج. واش الا درتي للمغاربه مساعد اجتماعي يستقبلوا في القهوه بسيطه وتستقبلوا بابتسامه بحال اللي كديروا في المؤسسات الفن اللي خدمت فيها وشتهم. المغربي والله يتادب معاك وما يتزاحم معاك ما والو ويدخل من الباب يمشي لواحد القهوه وتجي مساعده نعم سيدي مرحبا نعمروا له الملف سميتك كنيتك كذا شنو جابك في السبيطار شنو عندك كذا مشي للكمبيوتر نسيزيو دغيا دا 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 وشويه اش غنلقاو؟ غنلقاو عنده شي حاجه بسيطه كان خصو شي واحد يستمع له كان خصو شي واحد يرد له البال ويقول له ما تخافش هذا الشيء بسيط وما بقاش يجي. اما ملي ما كتجاوبوش ما كتطمنوش كيبقى غادي جاي غادي جاي غادي جاي غادي جاي حتى كيعصب هذاك اللي في الباب هذاك اللي في الباب كيعصب المدير المدير كيعيط لهم المدير كيعيرهم وكنقولوا المغاربه ما تدبيش المغاربه ما تحترموش مساء. نعم الا سمحتي استاذ نمشيو نستقبلوا معنا واحد جوج ديال المكالمات معنا ليلى من تاونات. السلام عليكم ليلى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيدير خويا جواد؟ الله يبارك فيك الحمد لله. سعد المرتبه ديال الاذاعه. الله يبارك فيك. راه بكم. بالتوفق وبالازدهار وان شاء الله بالتقدم ودائما غتبقى في التقدم ان شاء الله. يا ربي امين شكرا لك. كما قال سيما مدربي اهلا لاباس عليك وتوحشناك وخا دائما معنا في الراديو. بارك الله فيك. الو. الو ليلى. يا الله للاسف الله انقطع لي الخط فجاه. باقي ما كملاتش الفكره ديالها وكنشكرك يعني هنيتينا على المرتبه الاولى الحمد لله. هذا الشيء راه بكم انتم مستمعينا الكرام بكم باش حنا واصلين وباش غادي نوصلوا ان شاء الله اكثر فاكثر. نمشيو مكالمه ثانيه معنا عزيزه من فاس. السلام عليكم عزيزه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كنشكركم على هذه البرامج القيمه اللي كديروا لنا. مرحبا لاله عزيزه. مرحبا اختي عزيزه مرحبا بك لاله. سي مامون الدريبي والله يرحم الوالد والوالده ومن الله 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 يكبر لك وكنهنيك على هذا بارك الله فيك هذا الشيء اللي انت فيه وكنتمنى كل نهار هكا كنبقى انا وراجلي كنقول له سي مامون الدريبي سي مامون الدريبي وليت كنت مصطفى مع ولدي وداك الشيء مع انا انسانه موجزه وما خدمتش وكنت عايشه شي ظروف شويه الله وكنت كنتمنى انه زعما نخدم وهذا ما كتبش اش من تكوين عندك في ليسونس لاله؟ عندي تاريخ وجغرافيا. اكسلون. وعلاش ما حاولتيش دير شي دروس غير في الانترنت سجلها حيت لالا راه عندك تحب راه ماده صعيبه هذه. راه كتخلق للطلبه مشاكل هاد الماده راه ما ضابطينهاش. حيت راه كتقرب واحد الشكل ما فيهاش الذوق تيقربها لهم بحال النحس. مع احترامي للاساتذه اللي صالحين في هذه الماده ولكن اساتذه اخرين راه معذبين عندك تيعذبوهم في التربيه الاسلاميه تيعذبوهم في العربيه وتيعذبوهم في التاريخ والجغرافيا تيعذبوهم ما كيعطيوش لها الذوق.
انا كنت اتجهت للبريفي واستاجيت مع بلادي انا نيدلس واستاجيت عام ما قبلونيش قال لك انت صاري ما بزاف وهادي عاوتاني العام الفايت استاجيت عاوتاني في مدينه فاس شي مدرسه قال لك لا انت صاري ما وخصكي في البريفي ما تكونيش هكا الدراري يديروا داكشي اللي بغاو انا المهم ماشي هذا هو الموضوع على السطوط انا عندي واحد الوليد عنده شي سنين وكيبقى يشد معايا العكس ماشي العكس ولكن بحال هكا دابا تكون حدايا شي حاجه مثلا زوينه ولا واخا تكون قدامه هو يهزها من حدايا ما نعرفش كيبغي يعصبني ما نعرفش وهاد الايام ملي كيدير لي واحد الحاجه كيقول لي ماما الا بغيت تضربيني ولا شي حاجه غادي نجيب الكلمه ونعطيك تشربي باش تبردي الله 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 علاش كذا راه دابا كنقول له راه بغيت نتسلم مع عمي ماما الدريبي كيقول لي عافاك ماما قولي له هادشي اللي كندير واش هو هذا قلت له انا نقولها له شوف شتي لاله عزيزه نعم استاذ الى سمحتي استاذ دريبي إيه؟ الى سمحتي نجاوبوا عزيزه من بعد ما توقفوا للحظات نرفعوا فقط الاذان ديال الجميع بمزيد من المغفره والثواب اذا نرجعوا نوصلوا في هذا سبعة ديال التخيخ اللي بقات معنا استاذ توقفنا عند مكالمة ديال عزيزه تفضل دابا دابا الله يجزيكم بخير مع الولادات الصغار انتبهوا بان كاين جوج ديال المواد النفسيه كتمر ليهم بلا ما تبغيو ولا تكرهوا القلق والخوف جوج مواد شتي واخا تبغي تخبيهم دابا حنا الكبار كنعرفو نمثلو الدري صغار ما مرمرش ما فيهمش النفاق المنافقين راه دائما كبار وعمرك ما غتلقى منافق صغير صغير بريء عامل الشيء فيما تقرا في القران والفكر يا ايها المنافقون يا المنافقون عرفهم كبار الكبير هو اللي عرف يمثل تيكون داخل كله حقد وكيضحك لك في وجهك هكا اذا القلق والخوف شتي واخا ضحك في وجهك ولدك يحس به وشتي من يحس به كيسحابوه هو دار شي حاجه وغيتعاقب عليك يتوتر كيتخلع اذا نصيحتي لكم الله يجزيكم بخير عاودوا شرحوا لولادكم قول له بابا راه ماماك مقلقه ولا غتحس بيا مقلقه واخا ضحكه عفوا لي راه ماشي عليك شتي الناس اللي كيخدموا مع السبوعه ومع سمك القرش وتيخدموا مع النموره سيرو سولهم ما تيدخلش عنده القفز وما كيهبطش عنده البحر ما تيكون مقلق ولا فيه الخوف شتي تهبط عند سمك القرش انت مقلق ولا خايف يقزرو لانه هو هذيك الماده لا بغينا ليك يشمها وكتجعره النمر كيشمها كتجعره اللبو او السبع كيشمها كتجعره تيفرفك ولدك كيحس بيها تتفرحه اذا هنا عفختي عزيزه انت هي هكا عندك شي حويجه في صدرك في خاطرك مع قرايتك مع تكوينك مع مازال ما لقاتش موضعها في, 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 في الصفات المتعدده الاجتماعيه لقات موضعها في صفه الزوجه لقات موضعها في صفة أم مازال ما لقاتش موضعها في الصفة ديال العلم في الصفة ديال العمل مازال ما لقاتش موضعها هذه دابا خصها غير شوية راك لاحظتي ملي بغيت نمشي معاها نذاكر معاها شوية دغيا حيدات الموضوع ومشات لولدها هو الصفات ديالنا بحال أعضاء الجسم ديالنا تخيل دابا راسك مضارب مع كتفك تخيل دابا راسك بحال كلشي دبرت كتفك كتف كيدفع فيه انا كنجرب فيها دابا جرب ودي الزوج شغي طرال شوف تخيل تخيل دابا راسك شاد بلاصه كتفك شتي باش غيدير الكتف غادي يتزير غيبقى يدفع الراس الراس كيدفع الكتف غتولي غادي كلك عوج وغادي تشدك سكوليوز وغادي تولي عندك واحد المشكل في العمود الفقري وغادي توقع لك انفلاماسيون في الكوكسيس وغادي ديستابيليز لك لو باسان وغادي تولي عندك العجب العجب في الجسم هو راه حيت العنق مشي لبلاصه الكتف هادو راه ما الصفات هادو راه ما الصفات عندك صفات الزوجه والله الا عمرتي بها صفه الام وصفه الام والله الا عمرتي بها صفه الزوجه وصفه العلم والله الا عمرتي بها صفه الزوجه والام شي كل وحده صفه 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 خصها عمارتها خصها وقتها خصها ممارستها خصها تاطيرها اللي عرف يلعبهم كيدير لارتيكولاسيون واللي ما عرفش يلعبهم تيدير الكليفاج الكليفاج هو لاكاسور واي حاجه كتهرس لك في يدك الا وتعطيك تصدع حولك نصيحتي لك اختي عزيزه ولدك ما تلعبش مع هذيك اللعب العناد ما تحاولش تربيه وتحيد منه العناد سير شوف شنو اللي كيقلقه وشنو اللي كيخوفه ودير احتمال انه يقدر هذاك الشيء يجي منك حاول الا ما قدرتيش تغير هذا الشيء اللي في نفسك
عيش شرح لولدك وقول عفوا لي صبر مع ماماك ولا بعدوا عليك قول عفوا لي سير لعب برا. حنا ولدينا راه تقونا من الشراسه ديالهم كما تيقولوا الناس خرج برا. شي هذيك خرجت برا لقينا فيها واحد الاستراحه وريحناهم منا وترتاحنا منهم والحمد لله جاب ربي تيسير. نعم شكرا لك استاذ. نشكر على واجب يعني على كل المجهودات اللي كتقوم بها صراحه رغم التعب ورغم السفر فلقيتي وفي المستمعين الكرام عطيتيهم الساعتين ديالهم يعني في هذا السبت هذا مع المحلل. شكرا جزيلا لك استاذ ممون دريبي. الشكر كذلك موصول لصابر فوند اللي معك في الاخراج من مدينه العيون والشكر ايضا موصول للوفاء مع المحلل. برنامج أسبوعي كل يوم سبت صباحا كان يهتموا فيه بالصحة النفسية للطفل والأسرة. رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس مامون مبارك الدريبي مع المحلل ابتداء من 10 صباحا على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم.